الآن أعطي الكلمة للسيد رئيس مجلس العلمي المحلي مولاي يعقوب فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. سيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير محترم، سيد باشا رئيس المنطقة الحضرية الشرادة محترم، سيد رئيس مقاطعة مريني المحترم، سيد نائب جهوي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المحترم، سيدة نائبة برلمانية نائبة رئيس جهة فاس مكناس محترمة، سيدة نائبة رئيس جماعة فاس المحترمة، سيد ممثل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المحترم، السادة رؤساء المصالح المركزية، السادة السيدات المقاومون وأعضاء جيش التحرير، هيئات وفعاليات المجتمع المدني ممثل وسائل الإعلام السمعي والبصري، الحضور الكريم كل باسمه وصفته ونعته الذي يرغب أن يلعت به، وأعتذر إن فاتني أحد الأفاضل أن أبرح. فأقول أيها الكرام، إننا في الحقيقة في هذه المرحلة وفي هذه الأمسية بالذات وفي هذا اليوم الغالي نقف مع ذكرى غالية من ذكرياتنا الوطنية. وكلمة الأستاذ الكريم الدكتور الفاضل سيد المندوب السامي قدماء المقاومين وجيش التحرير في الحقيقة كانت كلمة جامعة مانعة، فيها الصلب والحكم وفيها الاستنباط وفيها الوقوف مع مجموعة من الدروس والعبر، وكانت شاملة في الحقيقة، تعتبر متنا لاستنباط مجموعة من الشروح ومجموعة من الدلالات من هذه الكلمة الطيبة المباركة. ولذلك مما يمكن أن يستفاد من هذا أننا إذا وقفنا مع قول الله عز وجل وذكرهم بأيام الله، هذه آية كريمة، انطلاقا من هذه الآية الكريمة وذكرهم بأيام الله ندرك أن الإنسان مرتبط بتاريخه القديم والحديث، لا يعيش الحياة الطيبة بدون تاريخ. كلنا نسعى لأن نحيا حياة طيبة سعيدة، ولكن إذا أردنا ذلك لابد وأن نمزج بين ثلاث محطات، بين القديم وبين الحاضر للتشوف والتطلع إلى مستقبل ظاهر. لماذا؟ لأن البلاد بدون التاريخ هيكل كما يقال بدون روح، وسيارة بدون محرك. والإنسان العاقل في الحقيقة يتحرك حسب الضوء الذي يسلطه تاريخ بلاده على الأحداث. فبالرجوع إلى تاريخنا العريق نتفادى الوقوع في مجموعة كبيرة من الأخطاء مرتين. وطبعا المبدأ الأساس في شريعتنا الإسلامية علمه إيانا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. الإنسان الذي لا علم له بتاريخ بلاده، لا وعي له بمغزى الأحداث التي وقعت في بلاده، قد يلدغ مرارا وتكرارا، لا أقول مرتين أو ثلاث. ولذلك أقول أيها الأفاضل كل باسمه وحسن صفته، إذا كان أجدادنا من الآباء والأمهات ومن العلماء والعالمات ومن الأسرة الملكية الشريفة التي حكمت هذا البلد الأمين، وقد استمعنا في كلمة الأستاذ الفاضل سيد المندوب السامي وهو يحدثنا عن مجموعة من العلماء، عن مجموعة من الحرفيين، عن مجموعة من الصناع الذين فعلا بذلوا الغالي والنفيس
من أجل تحرير هذا الوطن والدفاع عن حوزة هذا البلد. إذن ولذلك أجدادنا قدموا الغالي والنفيس من أجل تحرير بلادهم ووضعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل التقدم والحرية لهذا الوطن العزيز. إنه حري بنا أن نتذكر مفاخر أعمالهم. في الحقيقة إذا خصنا هذه الأمسية لأن نقف مع تلك المواقف الجريئة التي نفخر بها ونعتز بها، ما كنقولوش أننا ضيعنا في وقتنا شيء، بل إننا أضفنا إلى أعمالنا أعمار أخرى. نقول لا بد وأن نقف مع مجموعة من الدروس والعبر، بل إننا من الواجب علينا أن نحفظ أبناءنا وأحفادنا هذه المقاطع وهذه الأحداث التي وقعت، وكل ذلك من أجل الدفاع عن حوزة الدين والوطن، وحتى لا يجهل هذا الجيل الصاعد بأن لأجداده تاريخا مشرقا ومشرفا لا يقل عن غيره من الأوطان يجعله يرفع رأسه شامخا أمام غيره بالاستعمار واستكانه له. ولذلك هو من العيب في الحقيقة أن يجهل الإنسان المغربي تاريخ بلاده ووطنه وهم الأحداث التي تمخض عنها استقلاله وتحريره. في الحقيقة عندما نقرأ نحن هذه المحطات وهذه الأحداث ربما لا نولي اهتماما كبيرا، ولا يمكن أن نعي مثل وعي الذين عاشوا في ذلك الوقت. أنا حضرت درست في جامعة القرويين على المرحوم سيدي عبد الرحمن ربيحة، وهو كان يروي لنا هذه الأحداث القصص التي استمعنا إلى مجموعة منها من قبل الأستاذ الكريم. وأخي عبد العزيز العمراوي يحكي لنا أيضا مجموعة من المحطات التي عاشوها وكيف كان الناس في القرويين وكيف وقع ذلك. ثم هذا فعلا ونحن طلبة ندرس بجامعة القرويين كنا نتعلم منهم هذه الأشياء، فترسخت فينا فعلا وصارت محبة وطننا تجري في دمنا انطلاقا من حكايات هؤلاء الذين عاشوا والذين سجنوا والذين ضربوا ومنهم من استشهد في ذلك الوقت. إيمانا منا بهذه الحقائق فحقيقة نجد الشعب المغربي ومعه نساء ورجال الحركة الوطنية والمقاومة وجه التحرير يخلد هذه الأيام المباركة أيام 29 30 31 يناير 2024 طبعا بهذه الذكرى الغالية 80 للانتفاضة التي قام بها هؤلاء الأجداد. وإن المغاربة عموما أقول وساكنة مدينة فاس على وجه الخصوص، ولماذا أقول وأقفت على ساكنة مدينة فاس؟ لأن نحن في فاس، والذين قدموا الغالي والنفيس والوثيقة نتجت ونبتت وكتبت وسطرت كما استمعنا بالمداد الفخر والاعتزاز في منزل سيد الكوار رحمة الله على الجميع، وقدمت وكان العلماء يقدمون أشياء كثيرة. وفي الحقيقة لما أقول العلماء في القديم في مدينة فاس في وجود جميع القرويين كان الحرفيون الخراز عالما والدراز عالما والنجار عالما، كان الكل ينهل من معين جامع القرويين. إذن فالمغاربة عموما كما قلت وساكنة مدينة فاس على وجه الخصوص إذا يخلد من هذه الذكرى الثمانين لهذه الانتفاضة الشعبية في الحقيقة في أجواء من الحماس الوطني والتعبئة الشاملة واليقظة الموصولة لا تؤكد على واجب الوفاء والغرور بالذاكرة التاريخية الوطنية وبرموزها وأعلامها وأبطالها الغر الميامين، وهي بذات الوقت تحرص على إيصال الرسائل والإشارة القوية وإشاعة رصيد القيم والمثل العليا ومكارم الأخلاق في أوساط وصفوف الشباب والناشئة.
الأجيال الجديدة والقادمة لتتشبع بأقباسها وتغترف من يناليها. أقول إن الذين يحملون الراية والمشعل في المستقبل هم هؤلاء الشباب الذين نراهم أمامنا، شباب تشربوا، شباب تشبعوا، شباب اقتنعوا، شباب قاموا فعلا ووجدوا آباءهم وأجدادهم على هذا المنوال فتمسكوا به وكان إرثا حقيقيا لا بد من المحافظة عليه. كما أن المغاربة كلهم هم يستحضرون بفخر الكبار فصول هذه الملحمة التاريخية الغنية بالدروس والعبار طافحة بالمعاني والقيم يجددون موقفهم الثابت من قضية وحدتنا الترابية كما استمعنا إلى ذلك ومغربية الأقاليم الصحراوية المسترجعة ويؤكدون وقوفهم ضد مناورات ومخططات المتربصين بسيادة المغرب على كامل ترابه المقدس. طبعا الكل يعلم أنه بعد هذا الكفاح المستمر حقق الله عز وجل إرادة العرش والشعب فجمع الله تعالى الكلمة وحقق المراد وعاد رمز المقاومة والتحرير جلالة المغفر له محمد الخامس قدس الله روحه مظفرا منصورا من الملفى إلى أرض الوطن كما هو معلوم لدى الجميع رفقة شريكه في الكفاح والملفى جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه والأسرة الملكية الشريفة حاملين بشرى في الحقيقة التي أدخلت السرور على الجميع صغارنا وكبارنا آنذاك وعندما نقرأها نحن تدخل السرور علينا وكأننا نعيش تلك اللحظات بشرى انتهاء عهد الحجر والحماية وإشراقة شمس الحرية والاستقلال. حضور أفاضل لقد خلق الله سبحانه وتعالى كما يعلم الجميع أعزاء بديننا الإسلامي وأمرنا أن نكون أشداء على كل من أراد المساس بمقدساتنا الدينية والوطنية متعاونين متآخين فيما بيننا. قال تعالى في وصف عباده المؤمنين الصادقين أتباع النبي الأمين محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم وقال تعالى ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين وعزة المؤمنين تقتضي منهم أن يكونوا أقوياء كما كان أسلافنا الذين قاوموا وقدموا أنفسهم في سبيل هذا الوطن في سبيل هذا الدين. في الحقيقة الوقت لا يسمح لنا أن نتوسع كثيرا ولكن لا بد وأن نشير إشارات طفيفة أن هذه الذكرى يجب أن ندرسها ونعلمها لأبنائنا. لاحظ معنا الآن كم تضم هذه القاعة عدد كبير من السادة والسيدات كل واحد له أسرة لو أخذ هذه الأفكار وهذه الحماسة وحكاها لأسرته بكاملها سينتج عنهم آنذاك 6 أو 7 في الأسرة وكل واحد سيخرج هكذا كما يعبر أهل الاقتصاد الإسلامي والمعاملة المالية بالتسويق الشبكي أو البيع الهرمي هكذا يمتد حتى يعم الجميع. معنا أساتذة أستاذات أفاضل فضليات لابد من ترسيخ هذه القيم لدى التلاميذ والتلميذات لدى الطلبة والطالبات أن نأخذ بجد هذا الأمر وأن نسير عليه. وقوف المغاربة فعلا مع هذه الذكرى الفريدة من نوعها فهي مناسبة كريمة لإذكاء روح التعاون والتضامن والإخاء. واستمعنا كيف كانت الأسر الفاسية هو الأستاذ الكريم ذكر نماذج من الأسر الفاسية وإلا هناك نماذج من أسر في مدن أخرى وعديدة. هذا التضامن هذا التلاحم بين أفراد الشعب وقد ظهر ذلك والحمد لله لا زال في الأحداث الأخيرة التي ابتلى الله عز وجل بها بلادنا في زلزال الحوز كيف صارع المغاربة كبار وصغار رجال ونساء حكام ومحكومين إلى التضامن وإلى التعاون. الحمد لله الخير
وجود في هذا البلد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أقول في الحقيقة هذا البلد سيبقى محفوظا بفضل الله عز وجل وبفضل القرآن الكريم الذي يقرأ ويتلى في القرى وفي المداشر وفي المدن وفي الحواضر. ومولانا أمير المؤمنين حفظه الله ونصره وأيده يؤكد على هذا في خطابات عديدة ويوجه رسائل إلى الجهات المعنية من أجل الحفاظ على قراءة القرآن. وما دمنا نسمع قراءة الحزب الراتي في الصباح والمساء في مساجدنا نحن الحمد لله نزلنا بخير. وأقف لأقول إن مسألة إمارة المؤمنين باعتبارها صمام الأمان، لاحظوا معي مجموعة من الدول تعيش في الفتن وتعيش في المحن، ونحن ولله الحمد حبانا الله عز وجل بهذه النعمة الكبيرة، نعمة الأمن ونعمة الأمان. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ورضاه. أسأل الله أن يتغمد برحمته الواسعة فقيدي العروبة والإسلام المغفور لهما الملك المرحوم قدس الله روحه محمد الخامس والحسن الثاني رضي الله ثراهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزق النصر والسداد والتوفيق لأمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله، وأن يعين كل من يسعى إلى النهوض بهذا البلد الأمين ويسعى به إلى أن يسير إلى الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بالأحسن ما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأجدد شكري وامتناني لكل الصاهرين على تنظيم هذا الحفل وهذا العرس المبارك من أجل تذكير ومذاكرة شبابنا بهذه الذكرى الغالية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد الرئيس الجزائري المعالي مولاي يعقوب.